السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة الصف الأول الإعدادي، في درس النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الثاني في يونت 2. أوكي، يلا بينا نقرأ الكلمات مع بعض. يا ريت ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. يلا بينا ناخد المفردات الفوكابلوري. حاول تقرأ ورايا. daily life daily life pill pill library library typical 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 يعني حاجة نموذجية أو مثالية. whole whole how often how often يعني كم مرة. far away far away playground playground. بعد كده عندنا بعض الدول. نيروبي نيروبي كينيا كينيا رود رود ستودنت ستودنت توك توك ووك ووك بيكاز بيكاز trip trip. بعد كده عندي definitions، بعض الكلمات المهمة وتعريف بتاعها. library، ايه library؟ library you can find a lot of books here، يمكنك ان تجد الكثير من الكتب هنا. فين في library؟ playground، playground اللي هو الايه الملعب. it is in a school، بيوجد في المدرسة. You can play games here. ممكن تلعب ايه الالعاب فيه ده؟ فين في البلاي جراوند. عندي البيل يعني الجرس. It rings when a lesson starts and finishes. بيرن لما الدرس بيبدأ أو ينتهي. اسمه ايه؟ بيل. Hall hall. It's a big room for a lot of students and teachers. حجرة كبيرة للطلبة، الكثير بيها الكثير من الطلبة والمدرسين، دي اسمها ايه؟ هول. بعد كده عندي collocations او تعبيرات لغوية، يعني افعال معينة بتيجي مع الاسم. يعني اقول ايه؟ have breakfast يعني يتناول الافطار. have lunch يتناول الغداء. do homework يعني do homework يعني يؤدي الواجب المنزلي. get home يصل للمنزل. read english books read English books يعني يقرأ كتب إنجليزية. بعد كده عندي حروف الجر. help in the home help in the home يعني يساعد في عمل الايه؟ المنزل. at break يعني at break at break يعني في الفسحة. at break. get to يعني يصل إلى. get to. on school days يعني في أيام الدراسة. help in the home at break get home on school days. busy عكسها empty. busy يعني مشغول او مزدحم. empty فارغ. always عكسها never always never. تصريفات الافعال الاول والثاني والثالث يعني مضارع وماضي وتام. get up got up got up يعني يستيقظ. get up got up got up. ring rang rung ring ring wrong. بعد كده عندي كلمات يعني confusing يعني متشابهة، في تشابه بينهم. اوكي، عندي مثلا كلمة away وهنا away. هنا away ال a جاية مع كلمة way بس ما فيش فراغ بينهم، دي اسمها بعيدا، حال اسمه بعيدا. away يعني بعيدا. طيب لما تيجي ال a بعيد عن كلمة way يبقى هنا كلمة way معناها طريقة، وبجيب معاها ال a لانها اسم ايه؟ اسم مفرد. انما لو جمعناها نحط لها الاس ونشيل الاي تبقى اسمها ways يعني طرق. يبقى هنا away بعيدا وهنا away طريقة. talk يتكلم في a l k وهنا take يعني يأخذ t a k e. وعندي half يعني نصف وhalf يعني لديه او عنده. okay. عندي day يعني يوم وdaily يعني يوميا. عندي بعض الملاحظات اللغوية هنا ياريت تعرفها لأنها مهمة جدا. مثلا هناخد المثال على طول. my father always drives me to school my father always drives me to school. معنى هنا ايه؟ أبي دائما. drives me مش معناه يسوني، لأ،
دي معناها بيوصلني، drive me to school بيوصلني بالسيارة للإيه، للعربية، لسوري، للمدرسة، يبقى drives me to school. Our city has 20 schools. هنا مدينتي فيها 20 مدرسة، هنا مدرسة، 20 schools معناها ايه؟ المبنى المدرسي. اوكي، هنا بتكلم عن المبنى، انما هنا school finish at 4 o'clock دي معناها الايه، الدراسة بتنتهي الساعة كام؟ 4. اوكي، يبقى انا عندي schools المبنى المدرسي، اما كلمة school معناها الايه، الدراسة. هنا هنحل بعض مع بعض ده. My father has a car. أبي عنده سيارة. So he gives me to school. بيعطيني للمدرسة ولا بيوصلني؟ يعني يوصلني تبقى ايه؟ drives. وبحط الاس لان هي ايه؟ مفرد، ده مضارع بسيط. مثلا بيوصلني كل اسبوع او كل يوم. It talks about 10 minutes to go to school. بتتكلم حوالي 10 دقائق لتصل للمدرسة. لا، بتستغرق او بتاخذ، يعني تاخذ للوقت، بتاخذ مثلا 5 ساعات او ساعتين. يبقى it بدل talks هكتب كلمة takes. it takes. هنا لما نيجي نكتب باراجراف، مثلا لما اكتب باراجراف عن my daily life، عن حياتي اليومية، ازاي اكتبه؟ اول يبقى يقول لك مثلا write a paragraph about your daily life، أو write a paragraph about your day، اكتب paragraph عن يومك أو حياتك اليومية. تتكلم ازاي؟ الأول هتقول مثلا my name is كذا، I go to، يعني اسمي كذا، I go to a preparatory school in، والمكان، أنا بذهب لمدرسة إعدادي في المكان كذا. I usually get up at، بستيقظ الساعة كذا. I often حاجة in the morning، بعمل ايه في الصباح. و I always بعمل حاجة after school، دايما بعمل حاجة بعد المدرسة واكتب الحاجة دي. مثلا I usually بعمل حاجة with my friends، عادة بعمل حاجة مع صحابي. We sometimes go out in the evening، احيانا بنخرج في المساء. I never حاجة on school days، في حاجات انا مش بعملها في ايام الدراسة. هناخد مثال على الكلام ده. مثلا my daily life، my name is باسم، اسمي باسم. I go to a preparatory school in Giza، بذهب لمدرسة إعدادي في الجيزة. I usually get up at 7 o'clock، عادة بستيقظ الساعة 7. طبعا الساعة تيجي مع حرف الجر ايه؟ 8. I often walk to school in the morning، غالبا بروح المدرسة في الصباح، in the morning. I always do my homework after school، ودايما بعمل واجبي بعد الايه، المدرسة. I usually meet my friends، عادة بقابل أصحابي. We sometimes go out in the evening، احيانا بنخرج في المساء. I never sleep late on school days، يعني ما ابدا مش بنام متاخر في ايام الدراسه، school days اللي هي ايام الدراسه. هنا عندنا فقره تانية، daily life around the world، الحياه اليوميه حول العالم. I am AQ، I live in Nairobi in Kenya. انا AQ، انا عايش في مدينه نيروبي في كينيا. This is a typical day for me. هتكلم عن يوم نموذجي أو بالنسبة ليا. On school days، في أيام الدراسة، I get up at 6:30، بستيقظ الساعة 6:30. I usually have breakfast with my family، عادة، I usually، يعني من علامات المضارع البسيط، عادة بتناول الإفطار مع عائلتي، يعني with my family. My school is far away، مدرستي تكون بعيدة، يبقى يعني مدرستي تكون بعيدة، يعني my school is far away so we never walk there، المدرسة مدرستي بتكون بعيدة، علشان كده so، يعني لذلك أنا لا أمشي إلى هناك. it always takes a long time، دايما بتاخد، بتستغرق مني وقت طويل. it takes a long time، يعني بتستغرق وقت طويل. ليه؟ because the roads are busy، لأن الشوارع، الطرق بتكون مزدحمة. When we hear the bell، لما بنسمع الجرس، at 8 o'clock، الساعة 8، we go to school hall، بنذهب إلى قاعة المدرسة. We have 4 lessons، then it is break، يبقى عندنا 4 حصص، بعد كده then، يعني then بعد ذلك، it is break بيكون معاد الفسحة. I usually talk with my friends in the playground،
دايما بتكلم مع صحابي، talk with my friends، بتكلم مع صحابي فين؟ in the playground، يعني في الملعب. but sometimes we go to the library to read books. لكن أحيانا بنذهب إلى المكتبة ل to read books، لنقرأ الكتب. after break، يعني after break، بعد الفسحة. we have more lessons، بيكون عندنا حصص أكتر. we have lunch، بنتناول الغداء at 12:30، الساعة 12:30. school finishes at 4 o'clock، المدرسة بتنتهي الساعة كام؟ الرابعة. when I get home، عندما أصل للمنزل. I have something to eat، بيكون عندي حاجة إن أنا أكلها. then بعد ذلك. I always do my homework، بعمل الواجب المدرسي. my brother and I usually، هنا طبعا my brother و I اللي هو أخوي، أنا وأخويا، يعني هنا الفعل جمع، فهنا كتب كلمة watch من غير إيه؟ ES. يبقى أنا وأخويا عادة بنشاهد التلفاز watch TV before we go to bed، قبل أن نذهب للنوم. go to bed يعني نذهب للفراش. about at about 8:30، يعني في حوالي الساعة 8:30. I have a busy day، يعني بيكون عندي يوم مشغول جدا. okay، يبقى ده typical day for a student، يوم مثالي بالنسبة لطالب. دلوقتي هناخد تمارين على درس النهاردة، ياريت تركز معايا. all the children in our school go to the A، كل الأطفال في مدرستنا بيذهبوا ل A. when the head teacher wants to talk to us، لما المدير بيحب يتكلم معانا، يبقى بيروحوا فين؟ yes، بيروحوا ال hall، اللي هو يعني زي الحوش مثلا. at break I play games with my friends in the A، في الفسحة أنا بلعب الألعاب مع أصدقائي فين؟ بلعب فين؟ في البلاي جراوند، في الملعب. for homework، للواجب. we often read books from the A، دايما عادة غالبا بنقرا كتب من إين؟ من المكتبة، library. I have lunch with my family at 3 o'clock، أنا الغداء مع عائلتي الساعة 3. يتناول الغداء يعني have lunch. students should get up early، الطلاب ينبغي إن هما يستيقظوا مبكرا. حاجة school day، هتا day بتاخد حرف الجر on a school day. I visit my grandmother، أنا بزور جدتي. حاجة I do it every day، بعمل كده كل يوم. يبقى أنا بزورها إيه؟ يوميا، يعني يوميا daily. okay، هنا حال أنا بزور جدتي يوميا، أنه واحدة في دول يوميا هتبقى كلمة daily. I take a long time to go to school because my house is far away، بيستغرق مني وقت طويل لأصل للمدرسة لأن منزلي بيكون بعيدا، يعني بعيدا far away كده، في مسافة بين الإيه وكلمة way، لا بتتكتب إزاي away، تكون الكلمة في بعضها away. we often buy English books in the library، احنا غالبا بنشتري كتب انجليزي في المكتبة ولا بنقرأ؟ نقرأ، يعني نقرأ read. we often read يعني نقرأ. my father always drives me to school in his car، ابي دايما بيدايف، هنا معناه يغوص، المدرسة في سيارته، لا بيوصلني، يعني بيوصلني، يا شبه الكلمة دي شوية بس حط لها حرف الار هنا تبقى ايه drives، يعني بيوصلني بالسيارة. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا من درس النهاردة، يا ريت ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، ولو عندك اي اسئلة يا ريت تكتبها في الكومنتس تحت. goodbye.